مفيش كلام في مصر الأيام اللي فاتت إلا عن شروط الجواز الجديدة في مصر واللي هتطبقها الحكومة مع إنشاء صندوق دعم الأسرة، وسط كلام كتير على إن العقد هيكون له رسوم حوالي 30,000 جنيه. لكن علاء مبارك ابن الرئيس الراحل كشف عن تفاصيل مثيرة في قصة شروط الجواز، من وجود اختبارات بدنية وهل حقيقي إن لازم العريس يعمل 10 عدات ضغط و20 عقلة، وإيه حكاية كشف الهيئة؟ تفاصيل كتيرة هنكشفها في الفيديو ده. في الوقت اللي الناس كلها بتتكلم عن شروط الجواز الجديدة اللي هتعملها الحكومة، أثار علاء مبارك ابن الرئيس الأسبق حسني مبارك حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا خلال الساعات اللي فاتت بسبب تويتة نشرها عبر حسابه على موقع تويتر بيعلق فيها على قصة شروط الجواز الجديدة وصندوق دعم الأسرة الجديد. طيب هو علاء مبارك قال إيه؟ التويتة اللي نزلها علاء مبارك قال فيها إن العريس اللي عايز يتجوز لازم يعمل في الأول كشف طبي، وبعد موافقة اللجنة بتاعة الكشف الطبي والمأذون على إنه يتجوز يبقى وقتها يتأهل للمرحلة الثانية، واللي هي بتكون اختبارات بدنية تحت إشراف مدرب أحمال كبير يقدر إنه يحدد مستوى العريس. مش بس كده، لكنه قال إن العريس هيكون خلال الاختبارات البدنية عليه إنه يعمل 10 عدات ضغط و20 عقلة و20 قرفصاء، وكمان لازم يختم بثلاث لفات على التراك اللي في محيط ملعب كرة القدم بدون ما يتوقف، ولو قدر انه يتأهل بعد الاختبارات دي تتعرض النتيجة بتاعته على اللجنة، ولو نجح يبقى فاضل له كشف الهيئة وبعدها الموافقة ونبارك للعروسين. الكلام اللي قاله علاء مبارك عمل حالة من الجدل الكبيرة على السوشيال ميديا خلال الساعات اللي فاتت، والكل بيسأل هل دي معلومات وصلت ليه عن اللي ناوية الحكومة تعمله الفترة اللي جاية مع إعلان صندوق الجواز اللي هيكون ضمن قانون الأحوال الشخصية اللي هتفرضه الحكومة الفترة اللي جاية. ناس تانية شايفة إن التويتة دي هي عبارة عن سخرية من علاء مبارك عن قصة شروط الجواز الجديدة، وإنه بيقول كده كنوع من الكوميديا السوداء عن اللي بيحصل، وإن الموضوع ده مش حقيقي من الأساس. لكن المفاجأة إن أصلاً التويتة دي مش موجودة على الحساب الرسمي الخاص بعلاء مبارك، ومحدش عارف هل هو مسحها ولا عمل فيها إيه عشان يتراجع عن اللي كتبه بعد ما لفت التويتة السوشيال ميديا وأصبحت حديث الناس. الأكيد إن الكلام اللي قاله علاء مبارك مش حقيقي، لأن الحكومة قالت إن مش هيكون في اختبارات أصلاً، كل الفكرة هيكون الكشف الطبي عشان ضمان إن الأولاد يكونوا بصحة كويسة ورسوم الصندوق بعد كده.